خلوني أبدأ مع حضراتكم بقرارات اتخذتها اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم. قرارات منها قرارات جيدة جدا وهنتكلم فيها، وقرارات الحقيقة مواعيد المباريات خلال الفترة اللي جاية هتبقى عاملة ازاي. مباريات الكاس، ولو تفتكروا حضراتكم انا اتكلمت مع حضراتكم من اسبوعين تقريبا وقلت يا جماعة ان كاس مصر هيستكمل. ليه؟ لان كاس مصر الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم لازم تكمل الكاس، لان الكاس اتلعب، الكاس اللي احنا فيه ده اتلعب، هو دلوقتي تفكير في الكاس القادم الموسم اللي جاي اللي لسه ما ابتداش، هل هيتلعب ولا مش هيتلعب؟ ده هيبقى بالاتفاق ما بين اللجنة الثلاثية والاتحاد وبقية الأندية اللي هتبقى موجودة في الدوري العام المصري خلال الفترة القادمة، اللي إن شاء الله الدوري العام المصري هيبدأ يوم 25 أكتوبر بناء على الكلام اللي اتقال. ولكن خلونا نبدأ الأول بمباريات الكاس والمواعيد اللي اتقالت بالنسبة لمباريات الكاس، وهي مواعيد أنا معرفش هل الناس مش واخدة بالها ولا اللجنة اللي بتضع أو اللجنة الثلاثية اللي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، هل هي مش عارفة إن مثلا يوم 15 و16 و17 من أكتوبر الجاري هتبقى فيه مباريات دوري أبطال إفريقيا خارج القاهرة مباراة، ثم العودة أيام 22 و23 و24 من نفس الشهر. وبالتالي الاتحاد المصري زي ما حضراتكم عارفين حدد مباراة الكأس النهائية تبقى يوم 19 أكتوبر اللي هو هتبقى قبل بداية الدوري. وزي ما حضراتكم عارفين برضو، معرفش الحقيقة هل الاتحاد المصري أو اللجنة الثلاثية دي اللي موجودة بتدير الاتحاد المصري مش عارفة المواعيد، مش عارفة مواعيد البطولات الأفريقية، مش عارفة مواعيد مباريات السوبر. تخيلوا حضراتكم ان حتى هذه اللحظة الاتحاد الافريقي لم يؤجل مباراة السوبر. انتشر كلام كتير وانتشر شائعات كثيرة جدا او هي اقرب الى التنفيذ، ولكن حتى هذه اللحظة مفيش حاجة رسمي تقول ان مباراة السوبر الافريقي تم تأجيلها من شهر سبتمبر لشهر ديسمبر القادم. فانت هنا بتحط ماتشات في، يعني انت قايل بدايه الدوري هتبقى يوم 25، طيب مباريات الاهلي والفرق اللي بتلعب في افريقيا هتتلعب يا اما 22 او 23 او 24، طيب لو اختار النادي الاهلي مثلا ان هو يلعب يوم 24 وعنده مباراه يوم 25 في الدوري او 26 او 27، هل سيتم تاجيل هذه المباراه ولا ايه اللي هيحصل؟ يعني هنبدا من بدايه الدوري بالمؤجلات ولا ايه؟ الحقيقة كلام كتير جدا ومواعيد غريبة محطوطة في توقيتات غريبة. يعني زي ما قلت لحضراتكم ان مباراة الكاس نهائي الكاس ان شاء الله ربنا يكرمنا، احنا لسه عندنا دور الثمانية ودور الاربعة ودور الستاشر والثمانية والاربعة، وان شاء الله لو ربنا كرمنا وقدرنا نوصل للنهائي فالمفروض ان انت هتلعب يوم 19. طيب لو اختار النادي الاهلي من احد الثلاث ايام 15 16 17 المباراة اللي هيلعبها يوم 17 هيلعب ازاي لو وصل للمباراه النهائيه يوم 17؟ ونفس الكلام ده على فكره ينطبق برضو على نادي زمالك مثلا، ما هو نفس الكلام برضو، ما هو المباريات الافريقيه بتاعه دوري ابطال افريقيا محدده في هذا التوقيت ومباراه الكاس محدده في هذا التوقيت. الاهلي لسه هيلعب دور ال 16 وبعد كده لو ربنا كرم وكسبنا الثمانيه، وبعد كده لو ربنا كرم وكسبنا قبل النهائي، وبعد كده لو ربنا كرم وكسبنا نهائي. فأنا الحقيقة ببقى دايما مستغرب ليه الاتحاد المصري بيضع مثل هذه الأمور أو بيضع نفسه في مثل هذه الورطات، ورطة غريبة جدا وتوقيت غريب جدا 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 الحقيقة. كان من الممكن، وبالمناسبة يعني بصوا حضراتكم مكتوب إيه، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وضع في وقت سابق إقامة مباراة الذهاب لدور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا خارج القاهرة أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر في وقت سابق، يعني بقالنا مثلا اسبوعين ثلاثة. فحضرتك لما تيجي تضع المواعيد تضع المباراة النهائية يوم 19، انا الحقيقة موضوع بالنسبة لي غريب جدا جدا جدا، الناس كلها مستغربة على هذا الامر، ليه حضرتك بتحط يوم 19؟ عندنا مشاكل لسه في الدوري ولسه بداية الدوري ولسه الكاس القديم اهو بنخلص فيه وبنتكلم عنه، والاتحاد النهاردة اعلن ان المباريات هتبقى او
الحياة في كرة القدم ستعود مرة أخرى إن شاء الله يوم 21 سبتمبر القادم، زي ما لما اللجنة الثلاثية اتخذت قرار بتأجيل كل الفعاليات وكل مباريات الكاس وكل حاجة لغاية يوم 21 سبتمبر أو يوم 20 سبتمبر، قلنا شابوه وسقفنا للجنة الثلاثية. ولكن عندما تختار أو تضع المواعيد يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين مواعيد المباريات الإفريقية ومواعيد المباريات الأخرى في المحلية. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنأجل ولا هنعمل ايه؟ طيب الفرق اللي خدت اجازات هتبدأ ترجع امتى؟ هتجهز نفسها امتى؟ خلال الفترة اللي جاية يعني. فالحقيقة كلام كتير جدا وحاجات كتيرة جدا، سهلة جدا جدا ان حضرتك لما تقعد مع الأندية تتفقوا ويبقى عندك الكالندر او الأجندة بتاعت مواعيد مباريات النادي الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز، الاربع فرق اللي هتلعب في البطولات الافريقيه سواء في دوري الابطال او في البطوله الكونفدراليه، وتشوف دول بيلعبوا امتى، لان الاتحاد الافريقي بالفعل وضع توقيتات لكل الفرق اللي هتلعب في دور ال 32، فتبقى حضرتك عارف، فتبعد عن الايام دي باربع خمس ايام عشان في سفر وفي مرواح وفي